صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا نائم أو متكئ، أو أقول الأذكار وأنا كذلك؟ الله جل وعلا يقول: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا مانع أنك تقرأ القرآن ماشيا وجالسا ومضطجعا وقائما وقاعدا على أي حال، إلا في حالة قضاء الحاجة. نعم.